هنا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. أنا أدعوكم إلى التفوق. الدنيا كما ترى، نأكل ونشرب وننام. إن كنت كذلك فأنت واحد من 6,000,000,000. لا تقدم ولا تؤخر. لما لا تكون متفوقا؟ لأنه الدعوة إلى الله تحتاج إلى تفوق. الدعوة إلى الله تحتاج إلى انضباط. أن تكون الأول، إن كنت طبيباً الطبيب الأول، إن كنت محامي المحامي الأول، إن كنت مهندس المهندس الأول، إن كنت تاجر التاجر الأول. شيء سهل جداً بس يحتاج إلى تخطيط. إخوتنا الكرام، والخبر مؤلم جداً، أنه بالمئة الشاب ما في إلا 3 يعرفون أهدافهم ويتحركون نحوها. بالمئة شاب 3% فقط، هدف واضح. أنت الآن ماذا تريد أن تكون حينما تتخرج من الجامعة؟ تحب أن تكون عالم، تحب أن تكون طبيب، تحب أن تكون يعني تاجر كبير صناعي؟ فكر.